بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الشوق. نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن منزلة الشوق. قال رحمه الله: فصل. قال، أي الإمام الهروي في منازل السائرين، قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة، ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. طريقة الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين، في كل منزلة من المنازل يذكر ثلاث درجات، دائما يدرجها من الأدنى إلى الأعلى. في الدرجة الأولى درجة العامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة. وفي كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. فهنا الدرجة الأولى من درجات الشوق هي شوق العابد إلى الجنة، ثم ذكر فيها ثلاثة أشياء. قال: ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعني شوق العابد إلى الجنة، يعني شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث. شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث. أحدها حصول الأمن الباعث على العمل، حصول الأمن الباعث على العمل. قال: فإن الخوف المجرد عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتة إن لم يقارنه أمن، فإن تجرد عنه قطع وصار قنوطا. فالخوف المقرون بالأمن هو المحمود، يعني يكون خوفا من جهة مع رجاء يعني من جهة أخرى. فهذا هو الخوف المحمود الذي يبعث على العمل، وهو خوف المؤمن، الخوف المقرون بالرجاء. فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، هو يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، وفي نفس الوقت هو يرجوه. فالخوف هذا المحمود ويبعث المؤمن على العمل الصالح وعلى اجتناب الذنوب والمعاصي، فيجعله يتقرب إلى الله تعالى، لأنه يعني في نفس الوقت هو يخاف يعني عاقبة الذنوب والمعاصي، لكن في نفس الوقت عنده رجاء أنه إن تركها واجتهد في الطاعة أنه يعني يظفر بالمأمول. فهذا الخوف المقرون بالرجاء يكون محمودا. لكن يقول الخوف المنقطع عن الأمن من كل جهة، يعني خوف ليس معه أي رجاء، يعني شخص فقد الأمل نهائيا في النجاة، يعني عنده أنه مهما عمل من طاعات ومهما ترك من ذنوب ومهما فعل أنه خلاص يعني لا نجاة له البتة، فعنده يأس وقنوط، فهذا يجعله يحبط ويترك العمل، لأنه يعني وقع زين له الشيطان أنه لا فائدة من عمله، لا فائدة من عمله ولا سبيل له إلى النجاة مهما عمل، فيرى أنه يعني يتعب نفسه بغير يعني أي احتمال لأي فائدة تعود عليه، فيترك العمل. فإذا يعني هنا يقول: ليأمن الخائف، يعني يحصل الأمن للخائف، الأمن اللي هو الناشئ عن الرجاء، يعني ليس أمنا من مكر الله، ولكن الأمن هنا بمعنى رجاء، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يخفف يعني أو يوازن الخوف حتى لا يحصل يأس وقنوط. قال الثاني: فرح الحزين، فإن الحزن المجرد أيضا إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه. فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد به حزنه، ولكن إذا قعد به الحزن
قام به روح الفرح. وممكن يقول الروح يعني يأتي بمعنى الراحة والرحمة والفرج، الراحة والرحمة والفرج، هذا معنى الروح. والروح اللي هو بمعنى الحياة يعني، فربما هنا يعني يكون الأنسب روح الفرج وروح الفرح وروح الظفر. فهنا يعني يقول فرح الحزين بمعنى أن المؤمن يعني الذي يحزن عليه المؤمن هو الذنوب والمعاصي، والذي يفرح به الإيمان والطاعة والعمل الصالح. جزاك الله. كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني هنا الإنسان لا يحزن على أمر الدنيا، ولكن الشيء الذي يحزن عليه المؤمن هو يعني التقصير في الطاعة، ويحزن على الذنوب التي وقع فيها، ويفرح بطاعة الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته ورد في تفسير أنه القرآن والإسلام، فالمؤمن يعني يفرح بالإسلام وبالقرآن، فهو الفرح يعني بطاعة الله تعالى. فالقصد أيضا أن المؤمن يعني عنده موازنة يعني بين الحزن من جهة والفرح من جهة، يعني يعني يحزن على ما وقع منه من ذنب وتقصير ومعصية وكذا، وفي نفس الوقت هذا يعني يعادله ويأتيه الفرج والراحة والرحمة، تأتيه من جهة الفرح بالطاعة والإيمان وأن الله هداه للإسلام وكذا. فيقول يعني أن الحزن لو كان مجردا وليس هناك يعني فرح يوازنه ويخفف من حدته ويعادله، فإن هذا الحزن سيقتل صاحبه ويقعد به. قال الثالث روح الظفر. برضو الأظهر هنا يعني ممكن تكون بالفتح، ممكن لو روح تبقى حياة يعني، لكن روح بمعنى راحة ورحمة وفرج الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر مات أمله والله أعلم. الظفر يعني الفوز، فعنده يعني انتظار لحصول الفرج يعني بالفوز والنجاة. فالإنسان يعني لا يدخل مسابقة مقطوع يعني عنه أي أمل في الفوز يعني، أو يدخل اختبار وهو يعني ليس هناك أي أمل في النجاح، فإنه يعني أصلاً لا يفكر في دخوله. لكن دائماً الذي يجعل الإنسان يعني يجرب ويحاول ويبذل ما في وسعه هو يعني وجود احتمال للنجاح يعني، فهذا هو روح الظفر، يعني وجود أمل في النجاح والفوز وكذا، هذا الذي يجعل الإنسان يعني عنده أمل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عاقبة الطاعة الحميدة. فهذا الشوق، هذه الدرجة الأولى من درجات الشوق، وهي شوق العابد إلى الجنة. يعني دائما المؤمن عنده أمل في الفوز بالجنة وأمل في دخول الجنة، وهذا يسبب له فرحا ويعني يمنع حصول اليأس والقنوط ويكون عنده رجاء. طيب هذه الدرجة الأولى. قال فصل. قال الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات تدبره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. قال ابن القيم رحمه الله، هذا كان ما سبق، كان كلام الإمام الهروي رحمه الله. الإمام ابن القيم يقول الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة. يعني الدرجة الأولى كانت الشوق إلى الجنة،
والدرجة الثانية الأعلى منها هي الشوق إلى الله تعالى. فيبين أولا أنه يعني لا تعارض بين الشوق إلى الجنة وبين الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن أطيب ما في الجنة قربه ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. ونعيم الجنة هو يعني منه قسم حسي وقسم معنوي، فالنعيم المعنوي في الجنة بالقرب من الله تعالى ورؤية الله تعالى وسماع كلام الله ونيل رضوان الله، فيعني هذا النوع من أنواع النعيم وما فيه من سعادة النفس وسرورها، فهذا يعني هو أطيب ما في الجنة. قال نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا، يعني الشوق إلى الجنة إذا انحصر في يعني اللذات الحسية في الأكل والشرب والحور العين والقصور والأنهار وهذه الأشياء، يعني يقول ناقص جدا، ليس مذموما ولكنه ناقص، يعني لأن الشوق الكامل هو الشوق إلى يعني ما في الجنة من نعيم أعلاه وأعظمه نيل رضا الله والقرب من الله والتنعم بسماع كلام الله ورؤيته سبحانه وتعالى. فقال ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى، بل لا نسبة إليه البت. وهذا الشوق درجتان، هذا الشوق درجتان، والشوق إلى الله تعالى درجتان، أحدهما شوق زرعه الحب، يعني قال شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب، الذي سببه الإحسان والمنة، الذي سببه الإحسان والمنة، يعني هذا الشوق إلى الله تعالى يقول ما الذي زرع هذا الشوق في قلب المشتاق، فالذي زرعه هو حب الله سبحانه وتعالى، حب العبد لله، وحب العبد لله قال إيه؟ يعني الحب الذي سببه الإحسان والمنة، يعني سببه إحسان الله إلى عبده، وكون الله تعالى قد امتن على عبده، يعني المنة هنا بمعنى العطاء، وهو الذي قال وهو الذي ينبت على حافات المنن، حافات هي الجوانب، حافات بالتخفيف هكذا جمع حافة، وحافة الشيء جانبه. قال فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، والإنسان يرى يعني مثلا لذلك في أمر الدنيا، يعني الإنسان يتعلق قلبه بمن أحسن إليه ويعني وكان دائما يعطيه ويكرمه ويحسن إليه، في القلب يعني ينجذب إليه، فلله تعالى المثل الأعلى، فالإنسان إذا طالع إحسان الله إليه ومنة الله عليه فهذا يولد في قلبه نوعا من أنواع محبة الله تعالى. نعم قال فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعم، وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبة، وتبين أن محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء، من محبة الإحسان والآلاء. إذن إيه الحب منهما سببه الإحسان والمنة، ومنهما سببه كمال المحبوب يعني في أسمائه وصفاته، فمطالعة يعني أسماء الله تعالى وصفاته، فقال هذا يولد نوعا ويزرع نوعا يعني أعظم من أنواع المحبة لله تعالى. قال وفي قوله تنبت على حافات المنن أي جوانبه، إشارة إلى عدم تمكنها وقوتها، وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن لا من نبات الأسماء والصفات. يقول يعني الحب الذي أثره الذي هو يعني أثر لمطالعة الإحسان والمنة، فقال هذا ينبت على الحافات على الجوانب،
إشارة إلى أن هناك يعني حبا أقوى منه الذي ينبت يعني في إيه؟ في صلب الشيء وذاته. قال وقوله فعلق قلبه بصفاته المقدسة، قال يعني الصفات المختصة المختصة بالمنن والإحسان كالبر والمنان والمحسن والجواد والمعطي والغفور ونحوها. فيقول يعني مطالعة الإحسان والمنة تولد في قلب العبد محبة لله سبحانه وتعالى، وتجعل قلب العبد يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. المقصود هنا الأسماء والصفات المختصة بالمنن والإحسان. ثم ضرب لها يعني مثل لذلك بقوله كالبر، يعني من أسماء الله تعالى البر، يعني الذي يبر بعباده بمعنى يحسن إليهم وينعم عليهم ويعطيهم. والمنان أي المعطي الذي كثير العطاء لعبد، والمحسن والجواد أي الكريم سبحانه وتعالى، ومثله أيضا اسم الكريم. والمعطي والغفور من أسماء الله المعطي ومن أسمائه الغفور. فهذه كلها أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى مختصة بالمنن والإحسان. قال وقوله المقدسة يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. صفات الله تعالى مقدسة يعني منزهة مطهرة عن التأويل، التأويل اللي هو صرفها عن ظواهرها إلى معاني أخرى يفسرونها بها، ك يعني تفسير مثلا الرحيم بأنه المريد أن ينعم على عبده مثلا، أو يعني كطريقة الأشاعرة يحصرون صفات الله سبحانه وتعالى في عدد معين ثم يؤولون أي صفة أخرى يفسرونها، ينفونها عن الله تعالى ويفسرونها بواحدة من التي أثبتوها. وتشبيه الممثلين الذين يعني يشبهون صفة الله تعالى بصفة خلقه، فيقولون يعني إحسانه كإحسان المخلوق إلى المخلوق وكرمه ككرم المخلوق، فتمثيل صفة الله تعالى بصفة المخلوق، فهذا أيضا من الباطل الذي يلزم تنزيه صفات الله تعالى. قال وإنما قلنا إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين، أحدهما أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة. طيب ابن القيم هنا لما فسر قال فعلق قلبه بصفاته المقدسة، فقال لماذا لم يفسرها أن تعليق القلب بجميع صفات الله تعالى ليس فقط الصفات المتعلقة بالمنن والإحسان، وإنما بجميع صفات الله تعالى، إنه العليم والقدير والحي والسميع والبصير، يعني كل أنواع الأسماء والصفات الأخرى، سواء منها ما يتعلق يعني بمنن تعود على العبد، أو يعني ما هو متعلق بكمال يعني في ذات الله سبحانه وتعالى. فقال يعني هو فسرها بأن المقصود بالصفات، بأن المقصود بالصفات هنا الصفات المختصة بالمنن، قال لأن تعلق القلب يعني بصفات الله تعالى العامة هذا يأتي في الدرجة الثالثة التي هي أعلى من هذا، لكن هو الدرجة الثانية، يعني هو شوق سببه مطالعة منة الله تعالى على عبده فيتعلق قلبه بهذا النوع من الصفات. قال الثاني أن جعل ثمرتي، عندكم أن ولا أنه؟ أنه أنه تكون أحسن يعني. الثاني أنه الثاني أنه جعل أنه جعل ثمرة هذا التعلق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب ومننه وإحسانه وآيات بره، وهي علامة بره بالعبد وإحسانه إليه. آيات البر قال يعني علامة بر الله بعبده وإحسانه إليه،
وكذلك أعلام فضله، وهو ما يفضله به على غيره، يعني علامات تفضيله على غيره. فإذا لما جعل هذا هو ثمرة هذا النوع من الشوق، فدل على أن الحديث هنا يعني يتعلق بهذا النوع من الصفات. قال قوله: وهذا شوق تغشاه المبار. المبار يعني أنه شوق، المبار جمع مبرة، يعني أنه شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب، بل لما ينال منه من المبار. فقد غشيته، أي أدركته المبار. فيقول هذا الشوق معلول، يعني على طريقة علماء السلوك والصوفية وكذا، فيجعلون يعني هناك علة في هذا الشوق وفي هذه المحبة، فيها يعني حظ للنفس، إن هو يعني هو يحب الله تعالى، لكن هي يعني حبا سببه ما يعني عاد على العبد من إنعام. فكأنه يعني الشوق هذا ليس خالصا لذات المحبوب، وإنما هو يحب الله تعالى لأنك إيه، لأن الله تعالى أكرمك وأحسن إليك وأعطاك وكفى. هذه يعني علة فيها يعني نقص، يعني ليس ذما لهذا، أن هذا شيء محمود وطيب وكل شيء، ولكنه ليس كاملا، يعني فيه يعني شيء من النقص، أنه فيه أيضا إيه حظ للنفس. قال وقوله: وتخالجه المسار. المسار جمع إيه؟ مسرة، أي تجاذبه، فإن المخالجة هي المجاذبة، يعني هو شوق تجاذبه المسار، يعني هو مشتاق إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت إيه قلبه فيه سرور، يخالط هذا الإيه الشوق. قال: فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ. وأيضا المسرة التي تحصل في النفس، أو الفرح الذي يحصل في النفس، فأيضا يعني على طريقة علماء السلوك والصوفية وكذا، يجعلون هذا أيضا نوعا من العلة، يعني برضو فيه حظ للنفس، يعني هو يحب الله تعالى لأنه إيه يجد في ذلك يعني سرورا وفرحا، فبرضو عاد عليه يعني بشيء من الراحة النفسية، يعني فيقول لك هذا برضو علة، إنه مش شوق يعني خالص لذات المحبوب، عشان برضو إيه سيعود عليك نفع، وهو الحصول المسرة والفرح. قال وقوله: ويقاومه الاصطبار. قال: أي أن صاحبه يقوى على الصبر، فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه، بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة. يعني كما مر دايما إيه الصبر يعني يكون محمودا يعني عن أي محبوب سوى الله سبحانه وتعالى، لكن الصبر عن الله هذا يعني ليس محمودا، يعني هو المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى في أي محبوب آخر غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك محبة الله تعالى يعني يتبعها ما يحب لله، يعني كمحبة الرسل والأعمال الصالحة وكهذه تابعة لمحبة الله تعالى. لكن قصدا في أمور الدنيا، فالإنسان إذا كان يحب يعني شخصا، أو تحب نوعا من الطعام، أو سفرا إلى بلد، أو أي شيء يعني نفسك تحبه، فشيء محمود أنك إيه تستطيع أن تصبر عنه، يعني لست يعني مستعبدا لهذا الشيء، بحيث يعني لا تطيق يعني صبرا على فراقه أو البعد عنه لحظة أو كذا، لا يكون. فالصبر يعني عن المحبوبات الدنيوية هذا شيء يعني يحمد، لكن الصبر يعني عن المحبوبات الدينية، يعني الصبر عن الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يعني ليس محمودا يعني. فهنا يقول يعني هذه الدرجة من درجات الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، يعني صاحبها ليس كاملا، لا تزال الدرجة الثانية، فيعني قد يحصل إيه عنده يعني الصبر يقاوم الشوق، يعني عنده إيه صبره
يقاوم شوقه، يعني لم يستطع أن يتخلص من الصبر ويكون شوق، يعني لا صبر معه. فهذه تأتي في الدرجة الثالثة. لكن الدرجة الثانية يعني هو شوق، أيضا الصبر يعني لا يقوى عليه، ولكن يعني هو في مرحلة المقاومة، يعني عنده يعني هو يجاهد نفسه ليتخلص من الصبر ويكون شوقا خالصا، لكن هو ما زال في مرحلة المجاهدة، يعني بين الصبر والشوق وبينهما مقاومة، وهو يعني لا زال في مرحلة المجاهدة. أني صبره. نعم. أني صبره بفتح. فيقاوم صبره شوقه. ماشي، يعني ما هي يقاوم، يعني كل منهما يقاوم الآخر، يعني صبره يقاوم شوقه، وصبره يقاوم وشوق، يعني الشوق يقاوم الصبر والصبر يقاوم الشوق، يعني كل. عندكم صبره بالفتحة يعني؟ عندنا الضم. الضم يعني ربما الأحسن نقول إيه، فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه، يعني الصبر لا يغلب الشوق. أو يعني كل ما هو يقاوم الآخر، يعني ما زال في مرحلة الإيه؟ المقاومة. فصل. قال أي الإمام الهروي: الدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة، فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهنها مقر دون اللقاء. هذه الدرجة الثالثة اللي هي درجة الخاصة، الخاصة أعلى شيء. قال: يريد أن الشوق في هذه المرتبة، نعم شيء عندكم خلاف؟ نعم، معزى دون اللقاء. معزى، أنا عندي هنا إيه؟ مقر، كأن مقر، لأنه شرحها قرار، لما شرحها قال قرار، فربما يعني تكون. طيب، يقول: يريد أن الشوق في هذه المرتبة التي هي يعني أعلى درجات الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، أن الشوق في هذه المرتبة شبيه النار التي أضرمها صفو المحبة وهو خالصها. لأن أهل الدرجة الثانية محبتهم ليست خالصة، فيها علل اللي هي إيه، حظ النفس فيما يحصل للنفس من السرور ومطالعة النعمة، فشوق الدرجة الثانية يعني معلول يعني فيها، لكن الدرجة الثالثة يعني قال شوق خالص، يعني سببه محبة خالصة، وشبهه بالنار، يعني هذا الشوق كان هو إيه؟ نار أضرمها، يعني أشعلها في القلب صفو المحبة، يعني هذا الشوق هو نار في القلب أشعلها صفو المحبة، وجود محبة خالصة لله تعالى، يعني ليس فيها أي علة ولا حظ للنفس. قال: وشبهه بالنار لالتهابه في الأحشاء، يعني مثل النار عندما تشتعل في الشيء، فهذا الشوق يعني يشتعل في قلب الإنسان. قال: وفي قوله صفو المحبة إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم، ولكن محبة متعلقة بالذات والصفات، ويحب الله تعالى لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، حتى الصفات التي يعني لا علاقة لها يعني بالمنة والإحسان إلى العبد. قال: قوله فنغصت العيش، أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش، والتنغيص قريب من التكدير، نغص الشيء يعني كدره، يعني فتمنع صاحبها السكون إلى لذيذ العيش، يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يلتذ بالنوم، وإنما مثلا والأكل والشرب، كان تأتيه عليه الصلاة والسلام أموال الدنيا يعني ويفرقها، وبيته عليه الصلاة والسلام فيه الحصير، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، مع كونه قادرا عليه الصلاة والسلام ما يأتيه من الغنائم الكثيرة
وجعل الله تعالى له يعني نصيبه في المغنم، وجعل، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني زاهدا في الدنيا، لذته ليست في يعني متع الدنيا. فهذا يعني من ايه، من يعني من قوة الشوق والمحبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد يعني لذته في القرب من الله تعالى. قال: وقوله وسلبت السلوة، أي نهبت السلو وأخذته قهرا. السلب، لما السلب هو يعني نهب الشيء وأخذه قهرا، فهي سلبت السلوة. قال: والسلوة هي الخلاص من كرب المحبة أو كرب المحبة، وإلقاء حملها عن الظهر، والإعراض عن المحبوب تناسيا. يعني إذا يعني أخذنا إيه مثالا للشرح والتوضيح، يعني لو أن إنسانا يحب إيه آخر، يعني يحب رجلا صديقا له، أو يحب مثلا امرأة مثلا أو كذا، فإذا إيه سلى عن المحبوب، يعني مثلا المحبوب هذا يعني فارقه ولا انتقل إلى بلد آخر ولا مات ولا كذا، فطول ما قلبه متعلق به هو إيه لم يسل عنه. لذلك يدعون لأهل الميت يقولون مثلا رزقكم الله الصبر والسلوان. ما هو السلوان؟ يعني انه لا يظل ذكره يعني منغصا عليهم يعني حياتهم وعيشهم، يعني هذا من سنة الله تعالى، يعني يحبونه ويدعون له وكذا، ولكن يعني يواصلون طريقهم في الحياة، يعني لا يعني ليس ذلك الحال الذي يعني لا يسلو فيه الإنسان عن محبوبه. فالحال الذي لا يسلو فيه الإنسان عن محبوبه يعني خلاص ترك ايه العمل والدراسة والأكل والشرب، وجلس يعني طول الليل والنهار يعني يفكر في المحبوب ويتذكره ويبكي عليه وكذا. يعني هذا قد يحصل مثلا لبعض أقارب الميت، مثلا ممن يعني كانوا شديد التعلق به مثلا في الأيام الأولى أو كذا، ثم مع مرور الوقت يعني يخف فيتسلى إيه عنه. وكذلك أي مصيبة عموما، يعني ليس فقط هذا، يعني أي مصيبة مثلا حلت بالإنسان، يعني مرض أو فقد يعني عضو من أعضائه، ولا مثلا فقر حل به، ولا حبس، ولا كذا إلى آخره. فمن رحمة الله يعني بالإنسان أنه إيه يعني يتسلى مع الوقت، يعني أو في أول الصدمة مثلا ممكن هذا الأمر يعني يشغله ليل نهار وكذا، وبعدين مع الوقت يبدأ يتسلى عنه بأشياء أخرى، ينشغل بأشياء أخرى عنه أو كذا. فالتسلي عن المحبوب أو السلوة عنه هذا شيء يعني محمود في محبوبات الدنيا، لكن في محبتك لله سبحانه وتعالى السلوة عنه هذا شيء مذموم، يعني ليس محبوبا، ليس محمودا، يعني مطلوب أنك إيه تظل متعلقا بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا كمال المحبة لله، أنه لا يمكن أن تحصل لك سلوة، السلوى اللي هي التخلص من ايه، من كرب المحبه. هذا في محبوبات الدنيا، السلوى اللي هو التخلص من كرب المحبه، ان المحبه سببت كربا يعني شغل بال الانسان وعطله عن مصالحه. فاذا تخلص من هذا الكرب واصبح يعني المحبه بقدر معتدل، يتذكره مثلا بين الفتره والاخرى ويدعو له ويذكره، لكن هي ايه اموره يواصل دراسته وعمله ومصالحه وكذا. فإذا تخلص من كرب المحبة وألقى حملها وراء ظهره، هذا يكون إيه حصلت له سلوة. فهو يقول أهل هذه الدرجة الثالثة حصل لهم يعني شوق سلب السلوة، يعني أخذ السلوة وألقاها إيه بعيدا، فأصبح إيه لا يمكن أن تحصل لهم سلوة. يعني هو في النهاية أنه أصبح إيه لا تحصل له سلوة عن المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله ولم ينهنها مقر دون اللقاء، أي لم يكفها ولم يردها قرار دون لقاء المحبوب. يعني أصبح يعني شوق لا يمكن أن يتوقف هذا الشوق إلى أن يلتقي بالمحبوب، ليس هناك أي شيء دون اللقاء بالمحبوب يمكن أن يخفف هذا الشوق أو يذهبه.
فهنا يعني يستمر به هذا الشوق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه لا يقاومها الاصطبار، لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. يعني يتخطى مرحلة وجود مقاومة بين الصبر والشوق، فخلاص يعني هذا إيه، ألقى الصبر يعني وذهب، وأصبح شوقا يعني لا صبر معه، لا يستطيع الصبر أن يقاومه أو يخفف من حدته يعني. فهذه الدرجة العليا من درجات الشوق. قال: فصل: منزلة القلق. انتهى من منزلة الشوق وانتقل إلى منزلة أخرى. قال: منزلة القلق. قال: وقد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا. قد يقوى الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا، وبذلك سماه صاحب المنازل. إذن القلق هنا وله ارتباط أيضا بمنزلة الشوق، يعني يقول هو شوق يعني تجرد عن الصبر، فأصبح شوقا يعني لا يقاومه الصبر ولا يعني خال من الصبر، لأنه كما مر يعني إن الشوق يعني إذا كمل يعني أصبح لا يمكن أن يصبر عن المحبوب، يعني لا يستطيع أن يصبر عن المحبوب، وهذا في محبة الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من المحبوبات الدينية كمحبة الأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة. يعني هنا يحمد أنه لا يصبر عن ذلك. قال: فيسمى قلقا، وبذلك سماه صاحب المنازل، والإمام الهروي سمى هذا النوع من الشوق سماه قلقا. قال: واستشهد عليه بقوله تعالى حاكيا عن كليمه موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فكأنه فهم أن عجلته إنما حمله عليها القلق، وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. يعني موسى عليه السلام يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهنا لقاء في الدنيا يعني ليكلمه الله سبحانه وتعالى، فجاء يعني عجلا ليلقى الله سبحانه وتعالى ليكلمه ولينال رضاه، ففهم أن عجلته إنما حمله عليها القلق، وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. قال: وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة طلب رضا ربه. قال مش هنا مع ظاهر الآية يعني وعجلت إليك ربي، قال لترضى، العلة هي لينال رضا الله أو ليرضي الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط أن يرضى الله عنه بل يعني ليرضي الله سبحانه وتعالى، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره. يعني هو علم أن الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو المسارعة إلى أوامره والعجلة إليها، ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. يعني الفقهاء يستدلون بهذه الآية على أن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك، قال: لأن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. قال: ثم حده صاحب المنازل رحمه الله، الحد اللي هو التعريف يعني، فيقول صاحب المنازل اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، عرف القلق بأنه تجريد الشوق بإسقاط الصبر. عرف القلق بأنه، القلق هنا يعني في هذا السياق الذي هو منزلة من منازل السائرين، يعني عبادة قلبية وعمل صالح قلبي يتقرب به إلى الله، فالقلق
هنا هو الايه تجريد الشوق باسقاط الصبر. قال اي تخليصه، معنى التجريد هو تخليص الشيء، يعني جردت الشيء يعني خلصته من ايه، من شوائب او اشياء علقت به. اي تخليصه من كل شائبه بحيث يسقط معه الصدر، فان قارنه اصطدار فهو شوق. قال يعني طول ما يعني اذا تجرد تماما يكون ايه قلقا، طول ما في لسه يعني بقيه من الصدر يعني يظل في دائره الشوق يعني. قال ثم قال وهو على ثلاث درجات، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ المرض كطريقته. دائما كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء، ثلاث درجات كل درجة فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ المرض. قال يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار، يصير خلقه ضيق لا يحتمل الأغيار، فلا يبقى فيه اتساع لحملهم فضلا عن تقييدهم له وتعوقه بأنفاسهم. واضح؟ فيقول يعني يضيق خلق صاحب هذه الدرجة عن احتمال الأغيار، وهنا الأغيار يعني غير الله تعالى، أي شيء غير الله، فيصبح خلقه ضيقا عن احتماله، فضلا عن إيه؟ عن كونهم يقيدونه ويعوقون سيره إلى الله تعالى. قال ويبغض الخلق، يعني بعد ما ضاق خلقه عن احتمال الناس ثم إيه يحصل في قلبه بغض للخلق، يعني لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق، يعني يحبب إليه الخلوة والانعزال عن الناس. قال لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق لما في ذلك من التنافر بين حاله وبين خلطتهم. قال وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كان في بداية أمره، ابن تيمية في بداية أمره، يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، لقوة ما يرد عليه، يعني عنده حب لاعتزال الناس ويناجي الله تعالى ويخلو يعني بنفسه بعيدا عن الناس. قال فتبعته يوما، بعض أقارب ابن تيمية يعني في شبابه يعني وفي أول يعني سنه وكذا. قال فتبعته يوما فلما أصحر يعني صار في الصحراء تنفس الصعداء، يعني تنفس أخذ نفسا يعني قويا، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويلة وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. يعني كأن قريبه راقبه من بعيد كذا، شوفوا يعني ماذا يفعل، فوجده إيه يعني أول ما صار تأكد أنه صار بعيدا عن الناس تنفس الصعداء يعني كنا عن راحته يعني أنه صار بعيدا عن الناس، ثم أنشد إيه هذا البيت وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. قال وصاحب هذه الحال إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوة، وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم. في الحقيقة يعني تجدون كلام علماء السلف دائما هناك نزاع طويل أيهما أفضل، العزلة أو الخلطة، يعني هناك رأيان يعني دائما إيه، فريق يقول العزلة أفضل وكذا ما فيها يعني من صفاء النفس والتعلق بالله تعالى وعدم المنغصات والمشوشات وكذا، وفي نفس الوقت يعني الفريق الآخر يقول بل خلطة الناس أحسن، وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الفريق الأول يعني يستدل بالأحاديث التي وردت في آخر الزمان، وأنه يعني فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة، والحديث في آخر الزمان يعني خير الناس يعني مدح المؤمن الذي يعني معه غنمات ويعيش وحده كذا، يعني يأكل من عمل يده بعيدا عن الناس وكذا إلى آخره. فالفريق الذي يفضل الخلطة يعني يوجه هذه الأحاديث بأنها في آخر الزمان في وضع معين، يعني عندما يكون وجوده بين الناس يعني لا يتمكن فيه من إقامة دينه، ويتعرض فيه يعني لفتن لا يستطيع أن يقاومها أو يصبر عليها، بحيث يعني يخشى الضرر في دينه من خلطتهم أو كذا. لكن إذا كان يعني خلطته للناس فيها تأثير عليهم بالخير وكذا، يعني صح ممكن يتأثر من دين، هي المسألة يعني موازنة بين المصالح والمفاسد، يعني يمكن يخالط الناس ويخلو تماما من أي ضرر يعود عليه، ولكن إذا وجد أن المصلحة أكبر يعني صح ممكن يعني يعود عليه بعض الضرر والأذى، لكن هو يؤثر فيهم بالخير ويعني ويحصل له أبواب من الأجر بسبب خلطتهم، لأن أيضا خلطة الناس يعني تجعله تخالطهم في صلاة الجماعة، وتخالطهم في مجالس العلم، وتخالطهم في أبواب من الخير، أو تخالطهم في دعوتهم إلى الله، في نصحهم، في كذا، إلى في تعاون معهم على أي شيء يعني يعود عليك بالخير. فالإنسان يوازن، يعني إذا وجدت أن مخالطة الناس تفتح لك أبوابا من الطاعات لا يمكنك أن تفعلها وحدك، و يعني فيها مصالح أكبر، فحينئذ تكون الخلطة أنفع. لكن كما مر يعني في نفس الوقت الخلطة التي يعني تعود عليك بالضرر ولا يحصل لك منها نفع، فيها تضيع وقت غير فائدة، أو فيها مجالس مثلا كلها ذنوب ومعاصي ولا تستطيع فيها أن تفيدهم بشيء أو كذا، وهنا اعتزالهم أفضل وهكذا. نعم سبحان الله، كما تفضل الدكتور، يعني مر بنا نبي الله داود عليه السلام، الله تعالى يعني قال لو جئتني بعبد آبق، يعني رد لو تسببت في توبة يعني عبد ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى خير لك من حمر النعم. يعني فإذا كنت تخالط الناس وخلطتك بهم تسبب لك يعني أنك ربما اهتدى على يديك شخص أو تاب إلى الله تعالى على يدك أو كذا، فهذا يعني أعظم وأفضل من أنك يعني تعتزل الناس وتخلو بنفسك. ألا يكون هذا الشيء يختلف من شخص إلى شخص؟ نعم طبعا كل إنسان يعني أدرى بحاله، ويختلف هذا الأمر طبعا، لأن هي مسألة موازنة تختلف من شخص لآخر ومن زمن لآخر ومن يعني كل ظرف له حياته. يكون في أول الأمر كما قال. نعم. فهو يعني هنا الإمام ابن القيم يقول يعني إن هذا قد يكون في أول أمر الإنسان مثلا في يعني في فترة الشباب وكذا، قد يحصل يعني حماس وإقبال وكذا فيمكن ينعزل، لكن يقول إذا رده الله تعالى إلى الخلق بتثبيت وقوة فكونه يعني يبدأ يوازن بين الأمور، ويجب أنه إذا خالط الناس يعني حصل فيها منفعة أكبر له في دينه، فهذا يكون بتثبيت من الله سبحانه وتعالى ويعطيه القوة على يعني معاشرة الناس، وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم. يعني إذا لم يثبتك الله تعالى ويعطيك القوة على مخالطة الناس، يعني في حالة وجود هذا القلق أو غلبة الشوق فإنه لا يكون له صبر إلا أن يصبره الله تعالى. ولهذا يعني الرهبانية هي ليست من شريعتنا، يعني بعض العباد في الأمم السابقة يعني كان ينعزلون في يكون له دير وله صومعة يتعبد فيها ويترك الزواج ويترك الناس وكذا، لكنه في شريعتنا ليس هذا يعني محمود. قال وقوله ويلذذ الموت فإن صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه،
فإذا ذكر الموت التذ به، يقول يعني القلق يلذذ الموت، يعني يجعل الموت لذيذا، يعني إذا تذكر الموت فالموت إيه؟ سيلقى فيه الله سبحانه وتعالى فيلتذ بذلك بذكر الموت، كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه، فيصبح إيه؟ يلتذ بذكر الموت كالتذاذ المسافر عندما يتذكر أنه خلاص اقترب إيه وصوله إلى بلده التي فيها أهله وأحبابه، فكل ما تذكر إيه قرب الوصول يفرح إيه بذلك. فكذلك صاحب هذه المنزلة يلتذ بذكر الموت. فصل. قال الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة. قال أن يكاد يقهر العقل ويغلبه، فهو والعقل تارة وتارة، يعني هو في مقاومة مع العقل يكاد إن إيه يذهب عقله، ولكن لما لم يصل إلى درجة الشهود لم يصطلمه، فإن العقل لا يصطلمه إلا الشهود، ولهذا قال يغالب ولم يقل يغلب، يعني إذا وصل إلى درجة الاصطلام هذا اللي هو إيه فني عن شهود ما سوى الله وأصبح لا يشهد يعني إلا الله سبحانه وتعالى، فني عن شهود ما سوى الله كما مر بنا، فإذا وصل إلى هذه الحالة يحصل له اصطدام، يعني شيء يشبه السكر اللي هو زوال الوعي والإدراك، يعني شدة تعلقه بالله تعالى يصبح كأنه لا يرى الأشياء التي حوله، يصبح حاله كحال يعني مسلوب العقل، يعني كأنه لا يرى الأشياء حوله ولا يتفاعل معها وكذا. فقال هو يعني يغالب العقل، يعني لم يصل إلى درجة إيه أنه يذهب يعني عقله ويجعله يعني كالسكران ولا كذا، ولكن يعني هو في مقاومة المعنى. وأما إخلاؤه السمع، وأما إخلاؤه السمع فهو يتضمن إخلاءه من شيء وإخلاءه لشيء، فيخليه من استماعه ذكر الغير ويخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكره وحديثه. فالتخلية من كذا لكذا، يعني مثلا الكأس هذا إذا كان مثلا فيه قهوة وتريد أن تخليه منها وتعبئه بالماء فأنت أخليته من شيء لشيء، فهو يقول يعني هو يخلي السمع من ذكر غير الله ويخليه لماذا؟ لذكر الله تعالى، لذكر المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى وذكر أوصافه وحديثه. قال وقد يقوى إلى أن يبعد أو يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس لانقهار الحس لسلطان القلق، يعني قد يقوى القلق حتى إيه يبعد بين القلب وبين إدراك الحواس، اللي هي يعني إذا وصل مرتبة اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله فيصبح يعني كأنه لا يدرك بحواسه بسمعه وبصره ما حوله. مر بنا أكثر من مرة، يعني مثل مثلا الإنسان إذا كان مشغول الفكر والبال والنظر متعلق مثلا بشيء حتى لو كان يعني يراه من بعيد أو كذا، فممكن قلبه فكره متعلق به ونظره متعلق به، بحيث ممكن يمر أمامه الشخص ويشاور له ويكلمه، يعني لا الحواس خلاص معطلة لأنه إيه موجهة إلى شيء معين، فيفنى عن رؤية غيره وانتباه الانتباه لغيره، يعني ركز انتباهه وفكره ونظره وكذا. فهو تشبيه هنا يعني انه وصل الى حال من التعلق بالله تعالى حتى انه ايه اصبح يعني لا يرى الناس ولا يتفاعل معهم ولا كذا. قال وقوله ويطاول الطاقة يعني يصابرها ويقاومها، فلا تقدر طاقة الاصطبار على دفعه ورده والله أعلم. فصل. قال الدرجة الثالثة لأعلى درجات القلق، قال قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا. قال يريد أن هذا القلق له القهر والغلبة، قال لأنه ربما كان عن شهود، ربما كان عن شهود يعني وصل إلى درجة يعني الفناء عن شهود ما سوى الله
وأصبح يعني في مرتبة شهود الله تعالى. فإذا لق بالقلب لم يبق عليه حتى يلقيه في فناء الشهود، ولا يقبل أمدا، يعني أي لا يقبل حدا ومقدارا يقف عنده وينقضي به، يعني ليس له حد، قال لا يقبل أمدا، يعني هو قلق ليس له حد يصل إليه فيتوقف عنده، لا، يعني في ازدياد دائم. كما ينقضي، قال لا يقبل حدا ومقدارا يقف عنده وينقضي به، كما ينقضي ذو الأمد، فإنه حاكم غير محكوم عليه، مالك للقلب غير مملوك له. واضح؟ يعني الأمد اللي هو الأجل في المستقبل، يعني فكأنه إيه؟ يعني ليس له حد في المستقبل، حد زمني يعني ينتهي عنده أو يتوقف عنده، فلا يقبل ذلك، بل هو يعني مستمر لا نهاية له. قال ولا يبقي أحدا، أي يلقى أو يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم وتضمحل. الرسوم هي المخلوقات، يعني دائما المخلوقات، كل الموجودات يعني سوى الله يسمونها إيه؟ رسوما. فتفنى فيه الرسوم وتضمحل، فلا يبقي معه على أحد رسمه حين يفنيه، والله أعلم. يعني يفنى عن شهود الموجودات فيصبح المخلوقات حوله، فتضمحل يعني ويصبح إيه؟ تعلقه بالله تعالى وحده. فبهذا تنتهي هذه المنزلة، المنزلة بعدها سماها منزلة العطش، ونجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.